السلام عليكم بدات هيئه التدريس بجامعه صنعاء اضرابا شاملا ومفتوحا في اطار المرحله الثالثه والاخيره من التصعيد الذي اعلنت عنه نقابه هيئه التدريس بالجامعه احتجاجا على عدم صرف المرتبات منذ نحو اربعه اشهر وتترافق حركه الاحتجاج الواسعه التي تنفذها هيئه التدريس بجامعه صنعاء مع حمله تضييق وترويع متعمده تقوم بها ميليشي الحوثي والمخلوع صالح التي اقتحمت عصر الاحد مقر نقابه هيئه التدريس لحظه تواجد الهيئه النقابيه فيها. وقد دعا نقيب هيئه التدريس بالجامعه الدكتور محمد الظاهري في بيان له زملائه الى الصمود ومواصله الاضراب حتى تحقيق الاهداف. وتتصدر اهداف حركه الاحتجاجات التي تنفذها هيئه التدريس بجامعه صنعاء صرف كافه المرتبات المتاخره وتصحيح ووقف كافه المخالفات الاكاديميه والماليه والاداريه واطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من اعضاء هيئه التدريس وابنائهم مطالب لا يبدو ان الانقلابيين سيستجيبون لها في ظل العجز الكامل عن الايفاء بمطالب مئات الاف الموظفين الذين يعانون من قطاع مرتباتهم منذ نحو اربعه اشهر هذا وقد حذر مراقبون من ردة فعل غير محسوبة من جانب الانقلابيين ضد الحركة الاحتجاجية المشروعة لأساتذة جامعة صنعاء والتي من المقرر أن تتسع لتشمل كافة الجامعات الحكومية الموجودة في نطاق سيطرة الانقلابيين مشاهدينا الكرام عن حركة إضراب الأكاديميين في جامعة صنعاء سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني والتي أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء وسينضم معه آخرون عبر الهاتف مساء الخير دكتور عبد الباقي أهلا وسهلا دكتور عبد الباقي الأكاديميون يعني بجامعة صنعاء بدأوا بتنفيذ إضراب واسع مر بمراحله القانونية قبل أن أناقشك هذه الحلقة دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير معركه الجيوب الفارغه معركه بدات من اكبر صرح علمي في البلاد وغايتها الانتصار الكامل على مخطط الاستحواذ المليشاوي على الاموال العامه اضراب هيئه التدريس في جامعه صنعاء يلقى استجابه في بقيه الجامعات الحكوميه التي تقع في نطاق سيطره الانقلابيين على نحو يشكل اخطر تهديد لسلطه الامر الواقع ويتزامن هذا المستوى المتطور من الاحتجاجات في الوسط الاكاديمي مع سلسله من الاخفاقات العسكريه التي تقوض وجود الانقلابيين في اهم معاقلهم وخطوط امداداتهم وفي المناطق الاستراتيجيه المهمه وعلى راسها منطقه باب المندب هجمه من الترويع والتخوين تستهدف نقابه هيئه التدريس ورئيسها الدكتور محمد الظاهري في محاوله لثنيها عن تنفيذ اضراب شامل ومفتوح هو الأهم من نوعه في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية الأخرى أكثر من أربعة أشهر لم يتسلم خلالها الأكاديميون رواتبهم ما عرضهم لأسوأ ظرف وإذلال معيشي في حياتهم المهنية وعرض التعليم العالي لأسوأ اختبار في تاريخه عجز الميليشيا عن تأمين النفقات التشغيلية والمرتبات يؤذن بنهاية وشيكة وربما يساهم تحرك الاكاديميين في التعجيل من هذه النهايه وطي صفحه سوداء من تاريخ اليمن. اذا مشاهدينا الكرام ارحب مره اخرى بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور عبد الباقي مرحبا بك معنا في هذه الحلقه. دكتور بدايه يعني نقابه التدريس بجامعه صنعاء وضحت في بيان لها ان اربعه مسلحين اقتحموا مقر النقابه لو بدانا بالحديث عن اقتحام مقر نقابه النقابه ما الذي يحمل من مؤشر؟ أه طبعا اقتحام النقابه ياتي في يعني في اطار سياسه منهجيه لقمع اعضاء التدريس ولافراغ جامعات صنعاء وبقيه الجامعات اليمنيه من اداء وظائفها المجتمعيه ومن اداء دورها الطليعي والتنويري في المجتمع، بالتالي لا يمكن لنا فصل هذا الفعل الذي يعني ينتهك كل الحقوق وكل القوانين وحتى الاعراف وكان طبعا المبرر واهي ولكن نحن لا نتعامل مع هذا الفعل بمعزل عن المخطط المنهجي الذي انطلق منذ اللحظه الاولى للانقلاب عندما نزلت الى الجامعه ما يسمى باللجان الشعبيه وقاموا بالسيطره على الجامعه ومن ثم كان هناك مخطط مسبق ليس مخطط من اليوم كان هناك مخطط مسبق للسيطره على مفاصل صناعه القرار في الجامعه الاكاديمي والمالي وايضا الاداري، بالتالي بدات هنا السيطره. عندما نتحدث أنا نتحدث عن افعال منفرده، نحن نتحدث عن منهجيه تم اتخاذها. العنصر الاول السيطره الاداريه وهي الان تثمر معهم من خلال السيطره على الجهاز الاداري والتحكم بالمخرجات. السيطره الماليه كان النائب المندوب اللجنه الثوريه يداوم في الشؤون الاداريه ليراقب شيكات الصرف والحركه الماليه النيابه الاكاديميه يعني الترقيات والتوظيف نحن امام عمليه ممنهجه للسيطره على مفاصل الجامعه ثم انطلقوا بعد ذلك عندما تمت السيطره من خلال ما يسمى باللجنه الثوريه بدات هناك قمع الجامعه لان الجامعه كما تعلمين منها انبثقت ثوره التغيير نعم. منها النخب الاكاديميه يمكن تقود كانت هي الساحه الساحه التغيير بالجامعه وبالتالي دائما الجامعات تكون يعني فضاء لقياده المجتمع والتاثير فيه وصناعه القرار والتاثير في صناعه القرار بالتالي منذ الانطلاقه الاولى كان لابد من اسكات الجامعه كان لابد من وصول المدرسين الى ان تصبح مطالبهم معيشيه ويصبح مطالبهم البقاء بالحياه كوجود مادي بالتالي انت عندما توصل الحد الى حد الترعيب والتخويف والتهديد بالقتل والتنكيل وسجن الابناء والمحاصره وقطع المرتب فانت بالحاله هذه تشل العمليه التعليميه هذا كان لا نستطيع ان نقول ولهذا ستلاحظين هناك تعيينات تعيينات بالعشرات بل بالمئات يعني بالالاف بالنسبه للطلبه ولكن هناك ايضا بالمئات بالنسبه للاكاديميين غير المعترف بهم هناك شهائد غير محل شك ولا بد من مراجعتها، هناك يعني اجراءات للتعيين، هناك تعيينات، هناك ايضا نهب منظم للمال العام داخل الجامعه عن طريق ادخال اعداد بالالاف في التعليم الموازي بالرغم ان كان نقدنا في السابق على التعليم الموازي بانه مخالف للدستور. لماذا؟ لأن كانت هذه حتى هذه أموال الموازي لا تدخل في الحسابات العامة، وبالتالي كانت مجالا للنهب وحتى في انتخابات 2006 يقال أن المخلوع استفاد منها 4 مليار ريال لتمويل العمليات الانتخابية ولشراء الذمم من الجامعة، هناك أيضاً أيام ما كنا موجودين كان هناك ميزانية من هذا الموازي، كان يسافر حتى عسكر الجامعة. نعم. دكتور حتى في نعم. نعم. نحن أمام،, نعم. أمام إذاً نحن أمام استهداف مؤسسة علمية تنويرية. بشكل اقولها منظم ومنهجي ليست م. عمليه اعتباطيه هناك كان هناك تخطيط مسبق وكنت اتابعه وانا في الجامعه وكان هناك لقاءات وتنسيق وكان هناك قبل حتى الانقلاب كان هناك ضغط من قبل الحوثيين للسيطره ومطالب بتعيينهم باماكن محدده وفقا لمخرجات الحوار وتم في البدايه وهناك ايضا معينين للجان الثوريه وهناك مسؤول للجنه الثوريه يتحكم وعندما تم الانقلاب كان مندوبهم في 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 الهيئه بالشؤون الماليه لمراقبه الحسابات بالتالي نحن دكتور يعني الاضراب نجاح رغم التهديد آه والترويع، هل تعتقد ان هذا هو سر انزعاج الميليشيا ومداهمتها للمقر؟ كما قلت لك لانهم الهدف كان منذ البدايه اسكات الجامعه، الجامعه, الجامعة رغم كل هذه التهديدات رغم الافقار محاولات افقار الجامعه نعم افقار المدرسين، تهديد حياتهم وحياه اسرهم ومع ذلك ما زال هذا الجسم ينبض وما زال هذا الجسم يقدم دوره أربعة أشهر دون مرتبات. يعني واجبات دون حقوق، وهي مطالب أساسية وفقاً لكل المواثيق الدولية، بالحق في الحياة، الحق في يعني مقابل عمل، الحق في 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 الاحتجاج، الحق في التجمع، الحق في التعبير، هذا وفقاً لمواثق الأمم المتحدة، ومواثيق حقوق الإنسان، ووفقاً للإعلانات الأكاديمية الدولية التي تعتبر جزء من منظومة حقوق الإنسان، وبالتالي هم تفاجؤوا. أن هذه الجامعة سيتم السيطرة عليها في المليشيات سيتم خلق ما يسمى كيان موازي لاتحاف الطلبة، لأن اتحاد الطلبة دائما يقود يكون العملية التعليمية ثلاثة عناصر، العنصر الأول الأساتذة، الطلبة، الموظفين، الموظفين كانت منذ بداية النقابة تقريبا مهيمن عليها المؤتمر الشعبي العام. وبالتالي كانت دائما تميل نحو هذه السياسه اتحاد الطلبه كان محل صراع وبالتالي تم من منذ البدء افراغ هذا الاتحاد وتعيين ما يسمى ملتقى الطالب الجامعي بديلا عن ان آه نقابة اتحاد الطلاب الذي كان سيلعب دورا رديفا في العمليه في في عمليه يعني آه ما يسمى احداث حراك جامعي ثم نقابه التدريس لم شكلوا ملتقى الأستاذ الجامعي لكن النقابه لم يستطيعوا ان ان يلغوها كما الغوا اتحاد الطلبه وبالتالي الطلبه يمارس عليهم كثير من التهديدات كثير من مهددين بالنجاح والرسوب آه. الى اخره الجماعات السياسيه من الطلاب يخشون من الملاحقات الامنيه والاتهام منهم مع العدوان الى اخره بالتالي اعتقد ان النقابه في ظل كل ما حدث كل هذا الهول انا انا قلتها واقولها دائما اقول ان اساتذه هذه الجامعه الذين الان مضربين اكثر شجاعه واقدام لا. من اولئك الذين في 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 الميادين العسكريه لانهم اقاموا اضرابا وارجعوا لنا الثقه بأن هذا المجتمع حي وأن النخب اليمنية حية وقادرة أن تساهم في التنوير وفي تمثيل المجتمع اليمني حتى النفس الأخير بالتالي عادة الاعتبار للجامعة كنت أنا أشعر بألم شديد وأسف شديد كوني أحد أعضاء هيئة التدريس الذي حدث ليس في الذي حدث لي لماذا هذه الجامعة لها لا أي لما لماذا هذا السكوت وكنت أنا منذ البداية أقول لزملائي وأذكرهم إذا أعاتبهم عندما ذهبت إلى الجامعة وأعطاني ما ي... أحد ما يسمى باللجان الثورية ورقة صغيرة ذكرتني بمشايخ أيام زمان عندما يسمح لي بدخولي إلى الجامعة أحسست منذ البداية منذ الأيام الأولى للانقلاب وهناك من يمنحك ورقة للدخول فكيف نقبل نحن منذ البداية بأن حرمنا الجامعي ينتهك على هذه الشاكلة ثم هناك موريس ضغط بتعيين رئيس جامعة أعتقد ضابط وليس رئيسا جامعة أكاديمي أثبت لنا أنه ضابط مليشياوي يرتدي زيا عسكريا وسلاحا عسكريا ويتفخر بذلك بينما الفخر هو أن يفتخر بكونه أستاذا جامعيا أن ينحاز إلى التعليم إلى التنوير لكنه يعني بشكل سريع بين للعالم ان هؤلاء لا يحملون مشروع، الذي يحمل مشروع هذا هل هذا يوضح دكتور يعني ذهنيه الذهنيه التي يفكرون بها هي نفسها الذهنيه التي ما قبل 26 سبتمبر يعني المواجهه ضد المؤسسه التعليميه؟ كان هناك استراتيجيتين، الاستراتيجيه الاولى راهن عليها المخلوع صالح لانه يدرك ان الحوثيين لا يمتلكون رؤيه وانهم سيعتمدون على تعميم الفساد وعلى النهب لبقاء الاتباع وبالتالي كان لديهم طموح الحوثيين بانهم سيشكلون كيان موازي سيلتهمون المال العام حتى يشكلوا طبقه اقتصاديه جديده تصبح لاعب اساسي الى جانب رديف السياسي والعقائدي هناك طبقه ستستفيد من هذا الفوضى لخلق طبقه اقتصاديه مهيمنه في المستقبل. والمخلوع كان يريد يريد يريدهم يوصلوا الى مرحله من التذمر لياتي كمنقذ وبالتالي هنا تاخر العمليات العسكريه. أه أه ثم جاء تدخل آه التحالف العربي أربك المشهد وأخر موعد القدوم كمنقذ ولهذا ستلاحظين الآن هناك في وسائل الاتصال الاجتماعي هناك من يمرر حملة آه ترشيح نقل المخلوع للعودة كمنقذ بالتالي ما زال المشروع مهيمن لكن الاثنين المشروع العائلي والمشروع السلالي لا يحملون مشروع آه المخلوع صالح دمر كل ما يمكن أن يذكره الشعب اليمني بل أيضا يعني قضى على ما كان منجز وما كان يمكننا أن, ان ان نسامحه او نغض الطرف عن كثير من اخطائه اذا ما حافظ على تراث دولتنا وهياكلها ومؤسساتها وعلى ما تم انجازه من مشاريع تمت بالفساد وغير مكتمله، الحوثيين ليس لديهم مشروع، الذي لديه مشروع لا يستنزف المال العالم. الذي لديه مشروع وطني ويقول انه جاء بديلا ودعنا نقرب جربنا المؤتمر جربنا اللقاء المشترك جربنا الاحزاب دعنا نقرب الحوثيين اه قربناهم سنتين الذي يحمل مشروعا لا يستنزف المال العام الذي يحمل مشروعا لا يقمع الحريات العامه الذي الذي كان يتحدث يعني. انهم مقموعين ومقصيين لم يكونوا مقموعين ومقصيين كان لديهم مشروع الذي الذي يظلم لا يظلم بالتالي هؤلاء الان ثمنك لا تساوي ثمن رصاصة رصاصة وضعوا الصحفيين دروعا بشرية أو سرقوا معدات القنوات التلفزيون أسكتوا الصحفيين قمعوا الأدام آآ 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 الدكاترة أوصلوهم إلى أن يعملون في الأعمال اليومية أوصلوهم إلى أن يبحثوا ولدي معلومات عن ثمن المواصلات كيف يمكن لنا أن يصدر بيان عن وزارة التعليم العالي ليتهموا زملائي بأنهم عملاء من العميل الذي يعمل أربع أشهر دون مرتب الذي لم يطالب ليس مطالبهم السياسية يعني بالنسبه لهم هو هناك انا قلتها من اليوم من وقف قلت هناك هنالك توصيفين يعملون من خلال توصيفين لكل الخصوم هناك الدواعش وهناك العملاء الا اذا كنت في الميدان في معركة عسكرية فأنت داعشي وإن كنت في الحقل السياسي أو المدن تناهض فأنت مع العدوان بالتالي هنا أخفأوا أنهم انقلاب ومليشيات لذلك مكتسباتنا في التعليم كنا نحن وقد كنت في إحدى الندوات احدى الندوات وقال وزير التعليم العالي اين ذاك وكان رئيس جامعه صنعاء باسر قال اخشى ان تتحول جامعتنا ان تكون شبه لا تساوي ثمن ورقه الشهاده هذا قبل الانقلاب ما بالك كيف وصلونا هؤلاء ولهذا اعتقد انا احيي بكل فخر واقتدار واشعر بالفخر انني انتمي الى هؤلاء الذين اعادوا لنا الثقه الذين الان صامدون رغم كل التهديدات، يعني اي حال يوصل بامين عام النقابه يتم احد الطلبه من كل يعني من, من كل التربيه بنهب سياره امين عام النقابه امام اعين الناس بقوه السلاح، اين وصل بنا عدم احترام وتقدير عضو هيئه التدريس؟ اين هل يقبل المجتمع بمدرسين كيف يمكن لي ان اشجع المجتمع على التعليم وعلى حب التعليم وعلى الترقي وانا انظر الى الاستاذ يهتان؟ كيف يمكن لي أن أرى أستاذ الجامعة يعمل عاملا يوميا أو يبيع القات أو, 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 أو يبحث عن المواصلات هل يمكن رحنا. لنا أن نشجع جيلا يحب التعليم والترقي؟ لذلك المجتمعات عندما تريد وأنا أقولها اليمن مفتاحها اقتصاد المعرفة يعني بناء العقل وبالتالي لا نمتلك نفط بكميات مهولة لا نمتلك يعني كثير من, من من الاقتصاد اليمني أو الميزان العامة تقوم 70% على النفط وأكثر والباقي على المساعدات وبعض ما ننتج والأغلب منهوب نعم دكتور استكمل معك هذه النقاط ولكن بعد ان ينضم معنا عبر الهاتف دكتور عبد الله ناشر عضو هيئه التدريس بجامعه صنعاء من صنعاء مساء الخير دكتور عبد الله مساء الخير يا مرحبا اهلا بك معنا في المساء اليمني دكتور الاضراب يدخل مرحلته الشامله هل يعني ذلك ان انه نجح بمراحله الاولى وان الحركه الاحتجاجيه قد ادت مفعولها؟ نعم بالتاكيد الإنجال الاضراب ناجح بكل المقاييس ربما لم يحقق مستوى الالتزام ما وصل اليه الاضراب الحالي رغم كل الظروف اللي يعرفها الجميع لان الاضراب في هذه المره يمس قوت اطفال اعضاء هيئه التدريس يمس لقمه العيش ولهذا الكل حقيقه ملتف حول النقابه وملتزم بقرار الاضراب نعم دكتور كيف تفسر تعامل الميليشيا مع احتجاج الاكاديميين خاصه في ظل المداهمات اعتداء المسلحين على مقر النقابه اصدار بيانات ايضا باتهامكم بانكم مرتزقه وعملاء وما الى ذلك في الواقع الاخير هي الاشد خطوره هم يدمرون صوره عضو هيئه التدريس تلك الصوره يعني المحترمه التي يعرفها المجتمع ويعرفها المجتمعات الاخرى آه ولهذا يستغرب الواحد آه الى اين وصلت الامور آه معنا نعم آه التدريس التدريس يتمسكون بحق قانوني آه في الدفاع عن آه لقمه عيش اطفالهم آه فترى ستجدون بعض الاقلام التي تنبري للتخوين آه لتخوين عضو التدريس و يعني توزيع صكوك الوطنية من غيرها هذه حقيقة وصلنا لمستوى الحقيقة المرء يصب معه بالحيرة إلى أين تذهب الأمور بعد أن ذهبت البلد إلى الحال نعم. الذي يعرفه الجميع نعم إذاً دكتور ماذا عن اتساع رقعة الاحتجاجات يعني وصلت إلى جامعة إب ما أهمية هذا الاتساع وهل تتوقعون أن يصل إلى جامعات محافظات أخرى؟ في الواقع الاضراب قرار كان جماعي وقرار من مجلس تنسيق نقابات اعضاء هيئه التدريس الجامعات الحكوميه كامله. لا. كل النقابات كل الهيئات الاداريه في المجلس اعلنت الاضراب لكن ما زالت مستوى الالتزام متفاوت في من جامعه لاخرى والسبب في ذلك ان ليست كل الجامعات وصلت الى نفس المستوى في 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 الدراسي او في الترم الدراسي ولهذا من لم يدخل بعد في الاضراب سيدخل لانه عندهم حاله فقط استثنائيه في المرحله هذه خلال الاسبوع ستجدي الكثير من الجامعات تندرج لانه هذا اتفاق كان بين كل رؤساء نقابه اعضاء التدريس في الجامعات الحكوميه نعم ماذا عن الالتفاف الاكاديمي حول النقابه ومدى استجابتهم لما تطرحه النقابه من بيانات ومن خطوات للاضراب يعني خاصه يعني انهم يدافعون عن الحد الادنى من حقوقهم وهي الرواتب بالضبط في الواقع عندما نتذكر الوضع وعلى ماذا كنا نضرب اليوم القضيه قضيه القضايا كلها ماذا هنالك اكثر من ان تمثل لقمه اطفالنا نحن كاعضاء هيئه التدريس وصل السوء الى كل بيت أه لدينا من الوضع القائم. الاعضاء هيئه التدريس في حاله التفاف كبير كما قلت أه سابقا هذا النوع من الـ من الـ من النجاح ومن الالتفاف حول الاضراب حقيقه أه أه لم نشهده من قبل. لا. أه في حاله اجماع على الاضراب الموجود في الالتزام به يعتبر عظيم نعم اذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الناشر عضو هيئه التدريس بجامعه صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء عوده اليك دكتور عبد الباقي أشارت انك تود ان تعلق على حديث وعلقنا انا اريد ان اقدم التحيه والتقدير لكل الزملاء في الذين استمروا في نجاح الاضراب واعتقد هناك نجاح الاضراب في كليه الاعلام والتربيه والتجاره وكثير من الكليات هناك عماده اللغات التي استعانت بموظفين لاجراء الامتحان وانا هنا يعني الوم زميلي الدكتور الخربي عميد معهد اللغات او كليه اللغات على انه لا يستطيع التمييز بين المطالب النقابيه والمطالب السياسيه وكنا نتوقع منه ان يكون له مواقف مؤيده لان الزملاء لا يطالبون بمطلب سياسي هم يطالبون بحقهم بالحياه قدموا واجباتهم ولهم حقوق وبالتالي اعتقد ان ويؤسفني جدا ايضا الحديث عن ان نقابه الموظفين التي هي ايضا يغلب عليها المؤتمرين ان التاييد ياتي من نقابه عمال الصحه لنقابه التدريس ولكن نقابة الموظفين تقول أن هذا الإضراب حق، ولكن التوقيت هل التوقيت أي أي توقيت؟ هل عندما يموتون؟ عندما يتم اغتيالهم؟ عندما يتم يعني تدمير الأستاذ الجامعي هو هو الوقت المناسب للإضراب؟ أربعة أشهر دون مرتبات، هناك تهديدات، هناك تعيينات تدمر العملية التعليمية هناك أيضا عندما يتم التعيين في الجامعة هذا مكان له مكانته أندونيسيا وماليزيا رهنت على التعليم الطريق إلى التحديث والتعليم بالتالي عندما تدمر أهم مؤسسة وتقوم بتعيينات خارج الشروط الأكاديمية لذلك أنا أوجه رسالتي هناك كثيرا أنا عاتبته كثير من أبنائنا الطلبة بتواصل دائم مع النقابة وكثير من الطلاب بالداخل وقالوا أن الطلبة الذين لهم انتماءات سياسية يخشون من التنكيل هل نوصل من الحد إلى من التخويف والترويع ان يتم التنكيل بابنائنا الطلبه، هل يمكن لنا هناك طبعا غياب للطلبه لكن العنصر الاساسي في العمليه التعليميه هناك ثلاثه اطراف التعليم الموظفين لكن بغض النظر عن ذلك اعتقد ان مطالب هيئه التدريس حق من حقوقهم وبالتالي اعتقد التوقيت مناسب يا يعني نقابه الموظفين ابنائنا الطلبه اذا اردتم ان يعني يعني تطمحون إلى العلم وتحافظون على مكانتكم كلما كان الأستاذ الجامعي مكان تقدير واحترام في المجتمع كلما ارتفعت قيمة الطالب كلما ارتفعت قيمة التعليم بالتالي لا أعتقد أن طالبا أو حتى مواطن بسيط في المجتمع يرضى أو 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 يقبل أن يشاهد أستاذ جامعي يعمل بأعمال يومية أو أو يأخذ سلفة لثمن مواصلات، اعتقد ان اي رجل غيور وطني لا يقبل ذلك، واي انسان يحمل ذره انسانيه، بالتالي ان يسر الاستاذ الجامعي الذي هو اعلى مرتبه علميه ومكانه ليس لاننا انا استاذ جامعي ولكن المجتمعات التي تريد ان تنهض وتحدث تنوير تعطي مكانه للمعلم، بالتالي هؤلاء انا 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 اقول الذي اريده الان رغم ان زملائي تحت الضغط وتحت التهديد وهم يقولون أن مطلبهم مرتبات لكن أقول أيضا للسلطة الشرعية أن كلما اقتربت قواتنا الوطنية والمقاومة الوطنية باتجاه تخوم صنعاء كلما حققنا انتصارات في تعز وفي الساحل الغربي وتقدمت قوات الشرعية واستعدنا الجغرافيا الوطنية ستتفاجئون أن صنعاء ستكون هناك تحولات دراماتيكية لأن هناك نوع من الاحتقان الجماهيري لم يعد هذا المشروع مقبول مقبول عند أولئك الذين انتفخت بطونهم بالمال وهي فئة قليلة في, أقليل في أولئك في يعني المشرفين بالت... وأولئك الذين لا. تم نهبوا المال العام اولئك الذين الان توصل من المرتبات الى بيوتهم الى اولئك الذين الآن ينهبون المال الموازي وينهبون الـ 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 ولا يحولون المال عام من البريد الى البنك المركزي بل يتم نهبه مسبقا يستطيعون من الموازي دفع مرتبات المدرسين ولديهم مداخيل لكن هذه الاموال تسرق وهم يعلمون ذلك وبالتالي هم يريدون خلق طبقه اقتصاديه ولكن نقول لزملاء في جامعه تعز وفي جامعه ابو حتى في عدن ليس بالضروره نحن لا نطالب بتعز ولا نطالب في عدن الاضراب نطالب باقامه فعاليات والتواصل مع الجامعات العربيه واقامه وايصال الصوت زملائهم في جامعه صنعاء لان هنالك احد مبادئ الحريات الاكاديميه هو ان يكون الأكاديمية لديه نزاهه ويمارس سلوك النزاهه ذاتيا من داخله نتحدث دكتور عن دور او يعني مواقف بقيه الجامعات التي يفترض آآ ان آآ يعني تساند بعضها البعض ودور الحكومه ايضا في هذا الامر ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود اليه اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ورحب مره اخرى بضيفي هنا في الاستديو الدكتور عبد الباقي شمسان دكتور كان تحدث معنا الدكتور عبد الله ناشر عن ان هناك اتفاق بين الهيئه التنسيقيه بين الجامعات على الاضراب ما حدث في جامعه اب تهديد وجه نائب جامعه اب وهو معين من قبل الميليشيا يحمل تداعيات خصوصا اتهامه المباشر للاكاديميين كيف يمكن ان تتساند الجامعات مع بعضها البعض أن تقف مع بعض البعض خصوصا أنك أشرت إلى جامعة تعز، جامعة عدن التي تقع تحت سيطرة الحكومة، كيف يمكن أن يقدموا الدعم لبقية الزملاء؟ أولاً دعني أقول لزملائي في مجلس تنسيق النقابات أن ما تم نشره من دعوة إلى محاكمة الأكاديميين بالخيانة العظمى أن يتم بلاغ عام للنائب العام في السلطة الشرعية لتكون وثيقة للتحريض بقتل الزملاء وهذا بالتالي على محامين النقابه اتخاذ الاجراءات لمثل هذه السلوكيات. اثنين نحن نعلم ان الجامعات لا فهناك انقسام ايضا، هناك جماعات يعني انقلابيه هي المستفيده من المرحله ومستفيده من المناصب، مستفيده من المال، مرتباتها تصلها سريا من البيت لديها استخدام القوه والسلاح وتاخذ مناصب بغير الشروط الاكاديميه والاداريه ونحن نشهد هذا بوضوح. يعني هناك بعض الكليات تحاول كسر الاضراب، هناك كليات اخرى في اب لكن ايضا هناك شرفاء وطنيين وهناك جماعه ينبغي ان تتشجع، انا اقول على السلطه الشرعيه ان تعجل بعض العمليات حتى نشجع البقيه لتنتقل، نحن نحن لا نحمل زملائنا في جامعه صنعاء مسؤوليه التعميم هم الان تحت الضغط تحت التهديد مطالبهم حقوقيه ماليه مطلبيه حياتيه حق من حقوقهم ونقابي وبالتالي وفقا للدستور وفقا للمواثيق حقوق الانسان وفقا لاعلانات الحريه الاكاديميه الدوليه لكل لكل المراجع الدوليه لكن اقول ينبغي أن يتم تعميم هذا الاحتجاج حتى ولو كان تحت مطلب المرتبات إلى قطاعات أخرى، الذي سيساعد تعميم هذا الإضرابات لتكون صنعاء وغير صنعاء جهنم تحت هؤلاء الانقلابيين الذين يريدون عودتنا إلى ما قبل الجمهورية، أولئك الذين نهبوا الأسلحة من مخازن السلاح، أولئك الذين نهبوا أموالنا من البنك المركزي، اولئك الذين يغتالون كل يوم، اولئك الذين يقصفون المدنيين، اولئك الذين يغيرون مناهج التعليم الابتدائيه، اولئك الذين يعني يستدعون مشاريع اقليميه الى وطننا، اولئك الذين يطمحون بالعوده الى العهد الامامي، واولئك الذين يطمحون بالحكم الاسري على زملائنا عندنا عنصرين اثنين، على جميع النقابات الاخرى على الاقل. أن تنتفض في إطار الحق بالمرتبات والحق في بعض المطالب النقابية والحياتية ولكن أنا أؤكد بوضوح أن أن هذا عنصر أساسي للاستمرار والبقاء وبالتالي يصبح ليس هناك مطالب سياسية وما زالت النقابة تتفاوض مع وزيرة وزير التعليم العالي في الحكومة الانقلابية وما زالت تلتقي برئيس مجلس وهذا في إطار الأمر الواقع وفي إطار حياتهم وبالتالي أعتقد أن أي إنسان عاقل يرى أن النقابة حتى الآن هي ما زالت يعني تنتفض وما زالت تتعامل تتعامل مع الامر الواقع، لم تطالب باسقاط النظام، لم تطالب بالانقلاب، لم تطالب بالحريه الاعلاميه، لم تطالب مطالبها واضحه، يعني المحافظه على الكيان الجامعي، يعطونا مرتباتنا، ما زالت لكن انا اعتقد وحدهم نتركهم وحدهم في هذا الفضاء، اعتقد اننا نرتكب جريمه في حق وطننا، جريمه في حق هؤلاء. ماذا عن دور الحكومه دكتور دور يعني الحكومه في في عندنا دورين اولا، الدور الاول نقول ثلاثة ادوار عفوا، الدور الأول أول نقاباتنا عليها ان تقوم بالتواصل مع نقابات التدريس واتحادات الجامعات الخارجيه، اتحادات الخارجيه باللغات المختلفه لخلق نوع من الضغط الدولي على الانقلابيين والتخفيف وتسليط الضوء، ونحن نبذل جهود في الخارج لايصال هذا الصوت حتى لا يتم الاستفراد بزملائنا بجامعه صنعاء وقمعهم وتهديدهم في حياتهم، بالتالي هذا عنصر اساسي على جامعه عدن وتعز. أن تتحرك أيضا لأنها تحت السلطة على الأقل الشرعية وبعيد نعم الحكومة الح... بالذات ما, ما الذي يعني الحكومة بالضبط. عليها هناك بعض أنا عمليا هي المسؤولة على المرتبات عمليا لا. عليها أن تسلم مرتبات المدرسين وعليها أن تجد آلية أو أن تسرع لأن كان هناك مخطط غربي كان هناك مخطط غربي أن يتم بقاء البنك المركزي مع الحوثيين وكان هناك الحكومة تريد أن توصل الحوثيين إلى حد أنها تكون غير قادرة على دفع المرتبات وبالتالي حتى تشكل ضغط على المجتمع الدولي لكنها لم تعمل في نفس الوقت على إيجاد قاعدة معلومات وعلى كيفية التدخل السريع في حال الإفلاس إذا عند هذه النقطة دعني يعني انضم معنا الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا عبر الهاتف من الرياض مساء الخير دكتور محمد اهلا وسهلا مساء النور دكتور حدثنا عن دور الحكومه الشرعيه فيما يتعلق برواتب الاكاديميين خصوصا الذين يقعون تحت سيطره الميليشيا لهم اربعه اشهر دون رواتب وبداوا باحتجاج واضراب عام. اعلن رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور احمد عبيد بن دغر بانه من يوم غد سوف يبدا ارسال الاموال الى كل المرافق التي ارسلت بياناتها الى وزاره الماليه الشرعيه وبالتالي هذه الحل هذه المساله سوف يكون في اطار الحل العام وهو منح كل مرافق الدوله للالتزامات المختلفه يعني هل هل ستصل هذه الرواتب الى الاكاديميين المضربين ام الى يد الميليشيا وهي التي ستقوم بتوزيعها؟ يعني تتوقعون ذلك؟ هو المفروض ان يتم ارسال الرواتب لكل فرد من افراد المدرسين او المحاضرين ممكن عبر الصرافين او عبر البنوك او عبر اي وسيله اخرى لانه اذا مرت هذه الاموال عبر الاجهزه الانقلابيين فانهم سوف يسولون عليها وعلى نعم هناك تهديدات تصلهم دكتور يعني بعد اضرابهم ومن خلال تواصلنا معهم تساءلوا كثيرا عن موقف الشرعيه التي يعني هم ينتظرون منها دفع الرواتب، هل اعتبر يعني حديثك معنا ليلى هو حديث قاطع عن تسلم رواتبهم يوم غد لان الوعود كثرت للامانه في مساله الرواتب بالذات. الشرعية تقدر تقدير عالي، موقف الفئة المثقفة والفئة فئة الأساتذة والأساتذة المساعدين والهيئة التدريسية المساعدة في موقفها من الانقلاب. يعني وبالتالي فإنه من حق هؤلاء أن يحصلوا على رواتبهم، المشكلة الآن فقط هي مشكلة فنية، كيف يمكن الحصول على رواتبهم؟ هذه هذه المشكلة يمكن حلها عبر الصرافين او عبر البنوك التجاريه المختلفه. نعم هل أعتقد هل تتوفر؟ في طريقة الى الحل؟ اعتقد ان المشكله في طريقها الى الحل والمساله الان اصبحت مساله وقت هي مساله فنيه سوف تحل خلال الاسبوع او الاسبوعين القادمين. نعم، هل دكتور يعني تتوفر لديكم البيانات الكامله للموظفين سواء في القطاع الاكاديمي او القطاعات الاخرى الذين تم وعدهم من قبل بدفع مرتباتهم؟ بيانات قاعده بيانات وزاره الخدمه المدنيه تحتوي على 509 ألف موظف وهي موجودة لدى وزارة الخدمة المدنية ويجب أن تتعاون وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ولكن أيضا أستطيع أن أقول إننا نملك نسخة من هذه من قاعدة البيانات ونستطيع أن نتعامل من خلالها ولو إنه من الأفضل أن تأتي كشوفات جاهزة بكل المتغيرات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة إذا اضطرت الأمور فإن هناك قاعدة بيانات تمتلكها اللجنه الاقتصاديه العليا وانا شخصيا امتلك نسخه منها يمكن ان نعطيها للاداره للتواصل ولاعتمادها في عمليه الصرف. نعم اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب عضو اللجنه الاقتصاديه العليا كنت معنا عبر الهاتف. من الرياض، عودة إليك دكتور عبد الباقي، دكتور عبد الباقي يعني إن تم تسليم الرواتب من الحكومة الشرعية وهذا ما حدثنا به دكتور محمد نأمل أن يعني يتم ذلك في أسرع وقت. الإضراب كان على ثلاث نقاط الأولى هي تسليم الرواتب الأخرى هي التصحيح ووقف كافة المخالفات الأكاديمية والمالية والإدارية وأيضا إطلاق سراح جميع المعتقلين من الأساتذة ومن أبنائهم. يعني بهذا الشكل هل تتوقع حتى لو تم استلام الرواتب يستمر الإضراب أعتقد أن المسألة في غاية التعقيد لا. تسليم الرواتب من السلطة الشرعية يعني الإنقلابيين لديهم الأموال ولكن المسألة تتعلق أيضا أن الإنقلابيين لا يريدون تسليم الرواتب عن طريق السلطة المسألة تحتاج إلى تنسيق إلى تقديم معلومات هناك الآن تغيير في قاعدة المعلومات العسكرية والأمنية والمدنية والأكاديمية، بالتالي هناك الآن تعيينات يعني وتعديلات إدارية غير مطابقة للقوانين الأكاديمية والمنظمة لعملة التوظيف والتعيين الأكاديمية والإداري، بالتالي. كيف يمكن أن يتم صرف مرتبات لجماعات أو أعداد غير مطابقة للشروط ومخالفة بالتالي ما زال أعضاء التدريس في إطار مطالب أكاديمية وفي إطار الفضاء أكاديمي لم ينتقلوا بعد إلى قلب النظام. ولم يطالبوا بأي مطالب سياسية إصلاح التعيينات هذا مطلب أساسي لأن للجامعة شروطها ولها قوانين مستقلة عن التعيين ولا يحق لأي جماعة انقلابية أو مليشوية أن تتخذ قرارات لكن نحن ننظر بعقلانية تم تعيين رئيس الجامعة بقوة السلاح تم تعيين الجماعات المنتمية إلى ما يسمى السادة إلى مناصب مفصلية الذي يدير الجامعة رئيس ما يسمى أو مندوب اللجنة الثورية ما يسمى اللجنة الثورية وبالتالي كل القرارات شكلوا كيانات في الكيانات بالتالي نحن أمام هيكل تم السيطرة عليه ولكن تستطيع السلطة الشرعية عن طريق منظمات وسيطة دولية ممكن يكون الامم المتحده الصليب الاحمر اي شكل ما أو منظمات دوليه حقوقيه أو منظمات الوسيط الاممي أي كان تستطيع ان تجد وسيله لتسليم المرتبات بعيدا عن قاعده المعلومات ولكن سيواجهون مشكله لمن يسلم المرتبات هناك تغيير لكن تستطيع ان اذا كان في جديه في التسليم نعم ان يحصلوا على البيانات ما قبل هناك بيانات موجوده والنقابه لديها بيانات والاسامي معروفه تستطيع توزيع المرتبات وتستطيع ان تجد يعني نحن نخشى ان تسلم السلطه المرتبات للانقلابيين تم تحويلها مجهودا حربي او يتم استقطاعها او يتم تسليمها بشروط ما نحن امام جماعه نهبت مليارات الدولارات بالتالي اعتقد تستطيع الدوله ان ترفع عن كاهلها هذا الضغط وهذه المسؤوليه لانها الان المسؤول المباشر ليس الانقلابيين المسؤول المباشر على زملائي في جامعه صنعاء السلطه الشرعيه المسؤول المباشر بالمرتبات لان صحيح انهم الان مطالبهم حقوقيه لكنهم تحت التهديد تحت الرعب هم مهددين وعائلتهم بالتالي المسؤول على حمايه المواطنين والوظيفه الرئيسيه للسلطه الشرعيه لا اقول الانقلابيين الانقلابيين لا اطالبهم بدفع مرتبات الان مطالبين نحن نطالب الان السلطه الشرعيه باستعاده الدوله وبمحاكمه هؤلاء الذين دمروا كل تراثنا من الدولة بالتالي يعتقد السلطة الشرعية تستطيع الآن أن تعلن للرأي العام أو أن تستطيع أن تجد وسائط معينة هناك منظمات دولية هناك أيضا منظمات جامعية دولية هناك أكثر المسألة لا تحتاج إلى الى هندسه، هناك اكثر من وسيله تستطيع الدوله ان تفكر فيها وان تصرف مرتبات الجامعيين وغير الجامعيين الذين يتم الاتفاق عليهم، وهناك قد في مؤشرات انها اذا ما قبل الانقلابيون بقبول الوفد الذي سيطلع من عدن الى البنك المركزي والحفاظ على هناك وساطه اوروبيه تقريبا امريكيه اوروبيه لوجود هذا هكذا ما قرات تقريبا انه في حال ما تم وصول وفد من عدن الى البنك المركزي ليشرف هو على التوزيع يمكن ان تسلم المرتبات بالتالي لكن هؤلاء لا يعترفون بالسلطه الشرعيه والمساله صراع بين سلطه انقلابيه وسلطه شرعيه ومن هنا اعتقد انها ك... يستطيعون تحت الضغط الدولي ان يجدوا حلول انا استغرب على هل هل يعني دكتور بهذا الحراك الذي قامت به النقابة يعني رغم استخدام الميليشيا كل وسائل ضد الأكاديميين من اختطاف من تهديد من تخوين هل يعني نستطيع نقول ان الاكاديميين كسروا جدار الصمت برايك؟ الاكاديميين او اعادوا الاعتبار للجامعه اعادوا الاعتبار للاكاديميين، اعادوا الاعتبار لقيمه الاستاذ، هؤلاء نقدسهم و يعني ونفتخر بهم ونستطيع طبعا نحن نقدر وانا اقول للجميع كثير ناس قد يعتقدوا ان هذه ما قام به زملائي عمل يعني مطالبة لكن أنا نحن نعلم ما الذي يعني يعانون ما هي التحديات التي تواجههم لذلك أعتقد أنهم كسروا حجر الصمت أعادوا الاعتبار للجامعة ولكن أقول لا نتركهم لا. وحدهم في هذه المعركة هل, يمكن أن يتشجع بقية القطاع الحكومي أنا لدي, لدي, معلومات بالإضراب يعني المعلمين الموظفي المؤسسات والوزارات هل يمكن أن يتم يعني يعني تقليدهم وعمل اضراب كما هم انا اقدر اقدر كل الموظفين الذين لم ينتفضوا وهم من الداخل لديهم ما يسمى استعداد للانتفاض لكن اقول يشعر باسى الى نقابه الموظفين الذين من المفترض ان يكونوا العنصر الثاني من العمليه التعليميه من اطراف العمليه التعليميه ان يكون موقفهم بهذا الشكل ونعلم ان مرتباتهم وتوظيفهم والتهديد يعانون من التهديد لكن التاريخ لن يرحم س يعني انهم يعني ضحوا بهذا الوطن ضحوا بالمكتسبات الاكاديميه امام مصالح شخصيه وتنازلات خوف من المواجهه صناعه المجتمع واحداث تغيير واحداث ثوره تطلب الى تضحيات لهذا اعتقد أن أنا شعرت بالأسى عندما كان التضامن الوحيد من نقابة عمال وزارة الصحة كان هذا مؤلم بالنسبة لي. أدعو الطلبة إلى أن يقوموا بدعم المدرسين، أدعو السلطة الشرعية طب دكتور يعني الأكاديميون والميليشيا صراع إرادات كما يقال، هل ستنتصر إرادة الأكاديميين برأيك؟ أكيد طالما أن هؤلاء أعادوا لهذا ليس أعادوا يعني أشعرون أن هذا الجسد والكيان ما زال ينبض بالحياة ما زال يقوم بدوره أعتقد أن هذا فقط محتاجين حتى إن, أن وزعت المرتب وخمدوا لن تتوقف لأن هناك تعيينات هناك قمع هناك سيطرة على المفاصل أعتقد أن مع اقتراب مع اقتراب قوات الشرعية والمقاومة الوطنية على تخوم صنعاء وإذا ما حدث تحول في, في تعز وتم تحقيق انتصارات أنا أؤكد لك أن ليس الجامعة فقط ستنتفض، أن هناك قطاعات جماهيرية حتى من أولئك وحتى قاعدة قاعدة المؤتمر التي هي مع المخلوع صالح هم أيضا مواطنين يمنيين أعتقد أنهم يعانون من 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 من, من هذا الإنتهاكات، يعانون من تدهور أحوالهم المعيشية وقربوا هذا المشروع وبالتالي نعم. أعتقد سينتصر اليمني وسينتصر حب الحياة وسينتصر نحن إلى أن نصنع مجتمع يمني قادر على أن أن يصنع تاريخه الجديد ولكن لن نتسامح مع كل من انتهك حقوق الشعب اليمني ودمر ونهب ممتلكاته وتراثه وتراث الدولة نعم إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم السياسي بجامعة صنعاء كنت معنا في المساء اليمني لهذه الليلة أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لأن نلتقيكم في مساء يمني جديد كونوا برعاية الله وأمنه